أهلا بكم من جديد. أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني أن عمليات إرادة النصر حققت أغلب أهدافها في القضاء على الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية، فضلا على فرض سيطرتها على الشريط الحدودي الممتد بين العراق وسوريا. وقال الحسيني إن عمليات إرادة النصر انطلقت بمشاركة قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية في عدد من المحاور في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى لملاحقة فلول داعش الإرهابية، لافتا إلى أن العملية تسير وفق تخطيط دقيق من قبل القيادات الأمنية وحققت أغلب أهدافها، مبينا في نفس الوقت أن هذه العمليات ستقضي أيضا على قضية حرائق حقول الحنطة والشعير التي شهدتها أغلب المحافظات الغربية والجنوبية خلال الفترة الماضية.